السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم. تحيه لصفر متابع، في انتظار ان يلتحق بين المتابعون. ثلاثه، سبعه، عشره. اذا مرحبا بالعشره المتابعين الاوائل. سعيد جدا بالدردشه معكم كما جاء في العنوان، بعيدا عن السياسة وعن الإعلام وعن الأرنبات. غادي غير نشدو قرقب الناب، مريبنا الحفلة، يلا الصباح وانا نقد فيها. شتي كانت عم قادة. مرحبا 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 بتجاعدنا، ومرحبا بتجاعدنا سي محمد، سي عبد الله، الرجل العظيم، مرحبا، تحية بكم القلوب. محسن العرب، اهلا ومرحبا. سلام سي عبد الجليل، مرحبا بكم، مرحبا بالناس ديال باريس. سي عبد الواحد بن يحيى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد ابراهيم، اهلا ومرحبا. سي هشام الشرايبي، تحية متبادلة، وراكم منورين كاملين. ها سيدي، الناس خافوا علينا، قال لك شديتي التران، مشيتي في التران، وهذاك راه التران ديال السلعة. الناس اللي ما كيتبعوش الأخبار، شتي، عودوا تبعوا الأخبار باش تعرفوا منين يهضر شي واحد بالألغاز، تفهموا اللغز ديالو. هذاك سيدي الرميد شي مرة شدوه شي صحفيين باغيين يهضروا معاه، وهو باغي يتسلت منهم. شنو الحجة اللي قال لهم؟ تيقول لهم عندي القطار، عندي القطار، عندي القطار. ايوا انا وقفت خدام داك القطار وانا نتفكرها، قلت راه نديرو شي منشور يكون حتى هو على شكلة بغي عندي القطار. بغيت نسولك، ما تسولني ما تسولك اخو، انا دابا جاي غير باش ندير شو. ضحك، كي قالوا ماليها ضحك، ناشطا واكلا شاربا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. إذا التران ديال السلعة ما عندنا فين غنمشيو فيها، دزينا من قدامه وقفنا ضربنا فيه تصويرة وقلنا لكم احنا مشينا شدينا القطار. السيد الرميد بركة من القول، راه إلا مشى قطار راه كيجي قطار آخر، ما كاين القطارات راه ما كيتسالاوش. نهضر على ضحايا روتيني، وخليني نهضر على راسي انا نيت. انا براسي راه ضحيه ديال راسي انا. عندي القطار، عندي القطار، الله يهديكم، راه عندي القطار، عندي القطار. اي هي هي القطار الاخير في الحياه، قطار حياه يا عين. هذا ما كان، نوضحوا للناس اللي ما فهموش المعنى ديال عندي القطار، كيسحبوا مشاد شي تران غادي خاوي البلاد. البارح وصلت واحد 42 مكالمة. غادي نقول الإخوان راني حاط الرقم ديال الهاتف ديالي. واحد آخر واحد عيط عليها قبيلة، أهلا وسهلا، وكيداير لاباس عليك؟ بخير هاني، صحة لاباس؟ الحمد لله لاباس، الحمد لله. تيوجه كيوجه ليك التحيه، ومن بعد كيتخايلك بانك راك انت راك تفي دو ميم، كتوجه ليه التحيه وكيبدا كيرد عليك. ولقيت هاد النمره ديال التليفون ديالك، ما عرفتش فين شايفك، واش شايفك في شي فيديو ولا في شي لايف ولا شي حاجه بحال هكا، والله ما عرفت. المهم قلنا نعيطو نهضرو معاك. الهجرة ما كايناش، يعني بزاف ديال المكالمات كيعيط بنادم الهجرة، خويا ورينا والبلاد، وراه قطعوا لي الضو جاني المغالي إلى آخره من المشاكل. راه العالم بأسره اليوم تيعيش المشاكل، راه غير كل واحد ونسبة المشاكل ديالو كيفاش دايرة. كاين اللي عنده بزاف ديال المشاكل، كاين اللي عنده شي شوية ديال المشاكل، كاين اللي عنده متوسطة. منين إن شاء الله دوز هاد القطار، عجبتكم عندي القطار، دوز هاد المشاكل ان شاء الله، غادي نشوفوا شي واحد من الناس اللي كيفهموا في الهجره. كاينين وسطاء الهجره كتار اللي مرارا كانوا كيتصلوا بيا ايام هيسبريس، تيبغيو يدوزوا منها يديروا اشهار.
المؤسسة ديالهم وفي نفس الوقت يقدموا خدمة. شكرا سي العلوي خالد، شكرا لك، كنت منور بوجودكم المرور في الجزيرة. في الحقيقة شي مرضي الوالدين أكيد هو اللي غيكون تواصل معاهم وعطاهم ديك البونكارت اللي صاوبنا فيها الصورة ديال السي سليمي والصورة ديال السي فرانسيسكو، وقلنا بأنه غادي تكون هناك ندوة في عدراوي لايف إلى آخره. شي واحد هزها وصيفطها لهم، فاتصلوا بيا نهار السبت قالوا لي بغينا نهضروا معاك على هذا المنشور، وانا كنت ناعس خابطها بالنعاسات. ملي فقت عاد جاوبتهم قالوا لي نتواصلوا معاك غدا ان شاء الله. فعلا تواصلوا، قالوا لي سنكون في الاستماع، سولوني شكون هما الاساتذه اللي غادي يكونوا حاضرين، سنكون في الاستماع. الله يعاون الله يعاون. حتى بدينا اللايف وصيفطوا لي الرابط، قالوا لي انتم معنا مباشرة على الجزيرة. قال لهم الله يجازيكم بخير. يعني حتى الجامعة ككل، ماشي غير يعني الأستاذ فرانسيسكو التليفون ديالو ما بغاش يحبس هو يطفيه من اللي سالة. يعني الجزيرة في الحرب ديال العراق تشهرت بزاف، أن الأمريكيين كانوا داي الإعلام ديالهم وكيلعبوا على داك البروباغندا ديال حنا واعرين فاعلين تاركين، ولكن الجزيرة كانت تتمشي تتقلب على داك النواقص وكتدوزهم. كانت كتشد دوك لي سنايبر كيتيريو في لي سولدا أمريكيين، سيارات مفخخة كتنفجر ماتو 20 30، الأمريكيين ما كانوش كيهضروا على الخسائر ديالهم. فديك الأخبار بدات كتخرج، وداكشي تسبب في واحد الاحراج كبير للاداره الامريكيه. فمن ديك اللحظه صافي الجزيره ولات دابا معروفه هنايا في امريكا الشماليه على وجه الخصوص، ما عرفتش في اوروبا وفي اسيا، ولكن كندا والولايات المتحده كلشي كيعرف بان الجزيره هي قناه قويه، يعني قويه بزاف. ملي كتتكلم ولا ملي كتنشر ولا ملي كدوز شي حاجه، داكشي ديالها ينتشر وعنده مصداقيه، لان في ذاك الوقت شكون اللي بان بانه كذاب؟ هو الاعلام الامريكي. وشكون اللي بان بانه كيقول الحقيقه؟ ياسين الشهاب قال لكم كاين شي تعويض. العوض على الله خويا، ما كاين لا تعويض لا والو، حنا من المساهمين كل شيء ديال الله. تمي دي امني كنت مشيت ليها بازت ليا، واحد خينا قال لي تخلصتي بعدا؟ قلت له ما تخلصت شيء. قال لي راه البيدجي راه خرج سميت عبد الرحمن العذراوي، دونك الا ما خديتيهش انت راه خداه شي حد. قلت له ودي بيناتهم. قال لا لا، اي باساج في القنوات التلفزيونيه الكبرى راه ضروري ما كيخرج بيدجي ديالو، خاصك تبقى تريكلامي الفلوس. قلت لهم ودي ما خاصنا لا فلوس ولا، الحمد لله واكلا شاربا الحمد لله وشاكرينه. فقلت لكم بان قناه الجزيره يعني ولا عندها واحد تموقع كبير هنا وسط الاعلام، وعندها مكانه وعندها مصداقيه. والاخ دابا قال بان الجزيره الانجليزيه مشات بعيد، فيعني دخلت مع امريكا الشماليه مزيان. اذا بالنسبه للاستاذ انه دايز في الجزيره راه شي حاجه اللي هي مهمه بزاف بالنسبه ليه. يعني في اليوم الموالي الاخبار داعت بين الاساتذه ديال الجامعه وبين الاداره ديال الجامعه، ويعني جانا الكثير من الكلام الجميل. بطبيعة الحال حنا يعني داكشي اللي قدينا عليه كنديروه، ما يمكنش نحط يعني المستوى ديالي مع المستوى ديال فرانسيسكو. فرانسيسكو راه من اكبر خبراء المنطقة العربية في العالم، ورئيس ديال المركز ديال الابحاث كندي حول الوطن العربي. يعني هذاك السيد اللي جبنا راه يمكن اللب ديال ما كاين في المحللين وفي الخبراء في هذا المجال هذا. ولكن بحمد الله، يعني انا علاش ما كنبغيش دائما ما كنبغيش نعطي واحد داك صافي ديما خصك تكون جدي وتاخذ الامور بجديه. حنا ناشط نضحك نلاعب، كنجيو كنشعلوا اورديناتور ب $600 وكنتقابلوا معاه وطلقينها في يد الله، وربي كيجيب التيسير الحمد لله. خلا الصديق قال لي قبيله، قال لي ودابا طلعتي البارير بزاف والمستوى، وهذا خاصك تبقى في نفس النيفو. قلت له بالعكس،
دابا عاد خاصني نهبط للحضيض، خاصني ندير شي لايف نهود به القاع باش يلاه الحضيض مع داكشي يتقادو شويه ويخلقوا واحد الانسان متوازن. داكشي ديال كريكيسات فكرتونا في قايده حوريه، والله الا ما كرهتش ندوز قايده حوريه في شي حلقه. ناس ديال اسفي تحياتي، شي واحد يمشي لنا عند القايده حوريه بلا واحد السيد من كندا يحبك ويحترمك كثيرا وراه بغاك دوزي في شي لايف، نخصو اللايف غير الكلام على الكريكيسه. زعما ما كرهت شيء لو ان يكون هناك انفتاح ديال الاداره المغربيه وما يبقاش يعني ملي كيخرج شي مسؤول كيان بركه من الرسميه، تخليو الناس يتكلموا مع المدونين، يتكلموا مع الناس ديال لي باج، مع الناس ديال المواقع الالكترونيه. ف يعني الا لقينا ندوزو القائده حوريه ساكون اكثر من سعيد بذلك. بطبيعه الحال كاين الشق الجدي في اطار النقاش حول الوظيفه ديال القائد، الممارسات ديال القائد اليوميه، وكاين الشق الثاني ديال قولها وضحك عليها كيفاش وقع مع الكريكيسا الى اخره. الاخ فؤاد ما عنديش ولو معلومه وحده على الاخ رضا الطوجني، والله ما عنديش اخبار لا على شدو. المقال تنشر عندنا في الجريده بناء على المعلومات المتوفره لدى الصحفي ديال البلايك ديال الكاميو مال البلايك الصفائح، ولكن شي حاجه انا عارفه ما عارفهاش. انا عيطت عليه ودويت انا وياه وقلت له نطلعوا نتكلموا انا وياك في شي لايف نقرقبوا الناب، ولكن ما جاوبش. هاي وليت عاود عيطت عليه جوج مرات لان ما عنديش شي حاجه ما نقول في الموضوع، فلا داعي لتكرار الموضوع بزاف. سي عبد الكريم ايب كيقول له ممنوع عليها، وهذا الشيء علاش انا وجهت هذا الكلام، باش ان هذا المنع ما تنظنش انه ممنوع قانونيا والله اعلم، وحتى الا كان شي منع يكون راه ممنوع عليهم في الداخليه يدويو يديوك انت وياها فين غيديونا؟ غيدينا الوزارة الداخلية ويحتفلوا بينا، غيعطيونا شي تكريم وشي ميداليات مزيانين ديال السيلفتيت، يقول لنا تبارك الله عليكم كنتم منورين، كان لقاء جميل جدا. ايوا هادشي اللي انا قلت انت قول الله اعلم. السي المهداوي شحال بقى ليه؟ فك الله واسره. اخر مرة شفت واقيلا الوليدات ديالو هازين واحد اللافتة فيها 10 ايام، تنظن بقى ليها اقل من 10 ايام. اكون سعيد ايضا باستضافه السي المهداوي، ولكن تنظن بان الخروج ديالو العائله ديالو اولى به من الصحافه ولا من، وكنتمنى انه يرد البال بزاف، لان كنت تكلمت مع واحد المخ الويض كبير، ويعني ناس اللي بحال اللي كيتسناو هاد الفرصه ديال ان المهداوي غيخرج وغيبيعوه العجل. وقفنا ودرنا وفعلنا ملي كنتي مشدود وهذا، ودابا بغينا نتعاونوا ونديروا ونفعلوا. المهداوي بوحدو ممكن يعني راه كان داير موقع، غير شخص داير موقع راه ممكن يدير مؤسسة إعلامية غا بوحدو، ما محتاج لا الفلان ولا العلان. خمسة أيام إي والله يفك الأسر ديالو. أجاك شي زيد؟ أه مال حتى ولا؟ نو تشيرشي تشيرشي؟ اه باه تتسالي ماما الكسكس وتعيط علينا، غير سير تلعب. اوكي. ايه هذا ما كان. اذا هاد المسألة ديال يجب عليك زيارة المغرب قريبا ان شاء الله، ولكن بغينا تنشوفوا كي غادي الشغل. ندوز واحد الشهرين ولا ثلاث شهور بعدا نشوفوا الغادي والجاي، واش داكشي سالك مزيان، واش اللي مشى كيعاود يجي. اما راه نخافو راه مشيت تا تما عثمان يقول لهم سدوه صافي. راه هضرت مع سيدنا سدوا هاد الحدود ضد هذاك العضراوي، شدوه هنا شي 6 شهور واش يمكن لك تدخل المغرب. دابا انت جاوبني قول لي علاش ما غيمكنليش انا ندخل المغرب. انا سولتك سؤال عكسي، شنو اللي غيمنع انني نجي للمغرب مثلا؟ تنعا شي مثال شي نموذج. الى دار المهداوي لايف يقدر يرجع للسجن اخويا.
نصيحة ما كاين لاش تجي خالد، نجي غير نتقهوى انا وياك الا كان يحصل لنا الشرف ديال نشربوا شي قهوة انا وياك ونقرقبوا الناب على هاد المسألة هادي، ان شاء الله نجيو. السياسة طيبت لنا القلب، مازال عندنا النهار والشمس مازال شاخدة، باقا ليها شحال، اغتنمنا الفرصة ديال هاد الشميشة الحارة ودرنا الخليع القديد لأول مرة. الأخ ديالي ما عجبوش الحال، حطيت لها رقمة الكرعين، طيبنا الكرعين وانا نصورهم وحطيتهم في الصفحة، قالك واش دابا نتايا تتحط الكرعين وهاد، ترى باقي غنديرو الخليع وغتاوا نحطو، ومازال غادي نديرو ان شاء الله شي شفين جات مزيانين حتى هما غادي نبارطاجيوهم. حنا راه ماشي شخصيه رسميه باش غنبقاو مرسمين ديما، حنا راه شخصيات عموميه، مواطنين عموميين، ضاحكا ناشطا واكلا شاربا. الدار الكبيره، ايوا مرحبا سيدي محمد، محمد بن الطيب الرجل الطيب. خليعة طلعت نيميرو واحد، طلعت منغمة، ولكن دازت عندنا شي شمش، 24 ساعة قددات بوه من الحيمات. أهنيونا دابا، كركيسات، كركيسات الله يهديكم، ماشي يدخل المغرب، واش المغرب ديال شي واحد؟ المغرب راه ديال المغاربة كاملين، ورا المغاربة وسط المغرب راه كيقولوا هضرة أكثر من الهضرة ديالينا. اش علاش هضرنا كاع في هاد اللايفات على اللكمات الملكيه؟ مزيارة طلعت الكراد لسيدنا، شي وحدين قال كله باغيين يديروا انقلاب وغادي يبدلوا النظام، وريناهم بان راه المخير في بوكم يشدوا سيدنا يفلعصوا. اخويا ما كاين لا بلاغه طنجه لا بلاغه تيفلت، ما البارح صافي داروا لي شي بولونات في الراس، ما بقيت باغي كاع نقرا الاخبار وانا نشوف شو واقع، الراس عندي تشارجه بالاخبار. الشيافر، الشيافر حنا خدامين، راه حنا خدامين على الموضوع ديال الشيافر ان شاء الله، راه غد قد القضيه تحل الامور هنايا وغادي نقرعوا البرلمان ان شاء الله يدير لنا شي قانون يسهل. الشيء المزيان هو انهم بدلوا وزيره الهجره ولات وزيره من هايتي، يعني هي براسها جات مهاجره، الوزير اللي كان من قبل راه ما كرهش يسد بوهم لي فرونتير، ما بقاش عاود يخلي شي واحد يدخل لهاد كيبيك. دابا هاد الوزيره هادي متفتحه اكثر، وان شاء الله غادي نقنعوها انهم يديروا قانون هجره كيسرع المجيء ديال 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 الشياهر. عبد الرحمن هاسبريس منعتني من التعليقات حيت سميتها جريده اماراتيه. اخويا انا راه كنبلوكي في التعليقات، اسبريس راه عندها 10 ديال الناس اللي كيموديريو، راه ما تعرفش حتى شكون بلوكك. انا كنت في اسبريس والتعاليق اللي كتنشر في الموقع كيخص حتى شي واحد يفاليديها عاد كتخرج، والمدير ديال الجريده كل مره كيهضر معاهم تيقول لهم اي تعليق يسيء للعذراوي ما يتنشرش، وكنعاود ندير شي ارتيكل ولا ندير شي فيديو عاوتاني كتلقى ما كاين غير السب والمعيار، شكون كينشرهم ما نعرف. كريكيسا كاين وسط اسبريس دابا، كم الساعة عندكم؟ الساعة عندنا الساعة لله، مشينا نشوفو الساعة صدقنا في تويتر. دونك ان شاء الله دوز هاد المحنة هادي، و حنا غادي كنكحزو بشوية بشوية تا غنلقاو راسنا حدا وزيرة الهجرة نجيبوها ان شاء الله تاهي في شي لايف، نقول لها انتي شوفي واحد المليون ديال العمال من افريقيا كلهم مستعدين يجيو تلقونا. فين وصلت المبادرة الملكية؟ اخويا قلنا لكم راه حنا جايين غنشدو نقرقبو الناب، راه ما كاين لا مبادرة ملكية اليوم ولا كيدير العيشة في كندا. اخويا العيشة في كندا على حسب كل واحد، كاين اللي كيجيه اكتئاب بداك التلج، كدوز واحد الربع شهور حتى لست شهور ديال البرد وديال التلج،
وكيقوى فيها الانتحار هنايا، يعني الكيبيكيين واحد النسبه ديال الانتحار كبيره بزاف. هذا من دوك المواضيع من الطابوهات اللي ما تيتهضرش عليها في الاعلام. ولكن يعني اغلب الناس بخير، عاجبهم الحال، ناشطا واكلا شاربا قاضي الغرض. كاين داك الراحه الذهنيه ديال انك كتخرج تمشي تجلس في بلاصات، تمشي للجرده، تخلي الدار ديالك تنساها محلوله. كان بعد واحد الايامات، هادي شي عامين، بداو كيضربوا الزيزوارات الجيوبه وكيسرقوا البزاطم، ولكن تقعدوا ليهم تقعيده ديال المعقول في موريال. ولكن ما بقاش كتسمع يعني بحال هاد الحالات. كندا بلاد جميله بزاف للي يعرف يعيش في البلاد، يعني جا البرد وتأقلم مع البرد، دير انت بحال فيروس كورونا، جا البرد لبس ليه الحوايج ديالو وعيش الحياه ديال البرد، جا الصيف خرج استمتع. يعني هاد الخضره ديال البلاد والطبيعه و دوك الضايات ديالها اللي لاك بحالهم بحال البحر، يعني بقوه الكبر ديالهم ما كيبانلكش الحد ديالها فين كاين. عبد الرحيم تحيه ليك وتحيه للناس ديال الرباط. كيدوز واحد الوقيت داك الاول ديال التاقلم، كيكون بنادم مدهشر ضايخ، ولكن صافي في البلاصه كتخشم، كتولي ولد البلاد وكتولي قبيح. انا قبيله غادي غير نخرج بالطوموبيل، واحد مزيرني، واحد جا وقف من مورايا، جا حتى لعند هذا وقف، ما عنديش منين غنخرج. انا بقيت كنضرب الحساب الا بغيت نعواج شي شويه غنقدر ندوز، ولكن بالمليمتر من الطوموبيل اللي منيا ما كنشوفوش، ما يسحبنيش كاين في طوموبيلته. بقيت كنزيد للقدام كنرجع، ما في اللي بقى جالس كيتسنى الاخر حتى يجي. انا رجعت شويه للور، يبان لي الاخر جالس في الطوموبيل وعنده اتساع كبير فيني، وانا ننزل نمشي ليه. قلت له كتشوف فيا من الصباح وجالس في الطوموبيل ديالك، ما قدرتيش ترجع للور شويه؟ قال لي وانت يا زعما كلي كتحاول باغي تضرب شي طوموبيل؟ قلت له الا مشيتي حتى ما زدتيش للور دابا غادي نركب وغادي نضربك بصح. تحب غير كنتفلى معاه، مشيت للطوموبيل درتها مارش كسيريت مزيان ويرجع كيطير. انت ملي كتكون يلاه جيتي تبقى مخلوع، هذا دابا كيتحنكر معاك. يعني عنده اللور واحد جوج متر ديال الاتساع يقدر يخرج، والاخر تا هو جا وحط الطوموبيله ديالو من مورايا ما عرفتش فين مشى. يعني صافي راه كتولي بحالك بحال ولاد البلاد، تتحترم اللي كيحترمك، كتكلم مع الناس بأدب، ولكن ملي كتجي شي حالات ديال التحنكير كيخصك تحنكر مع بنادم. شكون اللي حسن، واش ميريكان ولا اخويا؟ انا لا جاني الاختيار، انا نفضل نعيش في ولايه فلوريدا ولا في ولايه كاليفورنيا. الميريكانيين اخويا مجهدين بزاف في التعامل ديالهم، في اجتماعيين بزاف. الكنديين خاص كاين جوج الفئات، كاين واحد الفئه خبيثه قبيحه بزاف كتكره المهاجرين، وخاصك تكون معاهم قبيح. انا مرارا كيخلطوني مع الهنود، كيسحاب لهم هندي، والهنود كيخافوا، وتيصدق بنادم حتى كيبغي يدخلك قنت وبدا يغوت عليك بالفرنسيه ديال كيبيك هنايا، على اساس راك انت ما كتفهمش الفرنسيه. واحد حتى كتطلق عليها الرعده، ما كنبقاش باغي نسكت، كيندم على النهار اللي مشات جبدني فيه. وكاين النوع الزوين، هما هاد الناس اللي راه كنقدموا لكم، من سياسيين، من اكاديميين، من هذا. هاد الناس هادو هما الاكثريه، هما الكنديين الحقيقيين، هما اللي متواجدين بكثره. الامريكيين اجتماعيين بزاف، الامريكي يعني بغض النظر على شكون انت ولا مثلا. ديما كنقول لكم هاد المثال هذا، كتم داخل غير المحطه الطرقيه كتكون سابقاك امراه ولا بنت وكتحل الباب قبل منك، كتبقى شادها تتسناك حتى تجي انت وتدخل وتقول لك صباح الخير ولا مس الخير. يعني خصوصا في ولايه كاليفورنيا، الناس مربيين بزاف، مؤدبين بزاف، ما كيتسناش يعرفك واش انت غني، واش مثقف، واش واش واش. تتم غادي في الطريق تجي وجهك في وجه شي شخص اخر كيبتسم ليك. خلا واحد صديق ديالي جواد في المغرب قال ركبت في الطياره ملي جيت ننزل، قال لك دوك البنات لي زوتيست واقفين كيقولوا لي على سلامتك بونجور على سلامتك. قال لك كون يسحبني واش عجبتهم؟
قال لك توصلت لتحت وانا ندور انا نلقاهم كيقولوها كاع للناس هكا. حتى في الميريكان تلقى يعني مرأة كبيرة ولا راجل ولا بنت فلاش ديال 20 عام ولا هذا كتجي الوجه ديالك في الوجه ديال الانسان كيبتسم لك في وجهك. ما هنا لا هنا هنا الانسان كل واحد عاطي التقار ليه. الا غتهضر مع الشخص تيخصو حتى يعرفك ويحترمك ويقدرك عاد كيفالوريزيك عاد كيعطيك الاحترام ويعطيك الابتسامه وداكشي طلب ديك الساعات ما تريد. ولكن تيكون داك النوع من الحيطه والحذر قبل ما تابوردي لو سوجي. دونك ملي كتمشي للاداره ولا هذا خاص دائما انت تلوح داك لو سوغيغ ولا داك الابتسامه ولا هذا باش كتخلق داك النقاش. اما في الميريكان النشاط ديما ناشطا واكل دكاله دكاله يقولوا لك نعم. هما الميريكان كيخدموا العام كامل كتجي الصابه كيضربوها كل عشاوات وغداوات والشيخات والنشاطه وديما ضاحكين والنكات هما هذوك الميريكانيين كريكيزات صافي. شكون احسن في الخيرات المغرب ولا الامريكان؟ الامريكان راه بحر انت راه في فلوري كاليفورنيا راه بوحديتها راه كتوكل قاره على قدها. الامريكان وصلوا لذاك المبدا ديال الكثره والكبر ملي كيديروا شي حاجه كيبقاش يفكر لك غندير واحد الطريقه صغير وراه هنا وغنديروا لا لا كيفكر كيصاوب لك طريق فيها سته ديال لي فوا غير صاوب شي حاجه كيصاوبها ضخمه كبيره والكثره دكالي عارض عليك صافي نتوما جيبوا تزيده تزيد حط جيب تيسير زيد زيد اتاي زيد الماء جيب البنادة. هما هذوك الميريكانيين كنديين بحال الفاسة فزاك يخوي لك الكويز ديال تاتي عمر لك فيه غير جيطة تاود يدوق وتعاود تحطو ليه زيد عاود على حسب. افضل المانيا على الامريكيين شو غير كل واحد ومع من مع من تحاك ومع من تعاشر. الالمانيين على ما تنظن انهم ستريكت بزاف ومعقولين بزاف. الامريكيين فيهم الضحك فيهم التقشاب وكي قلت لكم يعني محطه طرقيه كتدخل الشيافر جالسين ما تهموش واش هذا ابيض ولا واش هذا زعار واش هذا سلم زم. اهلا ومرحبا بك التحق بنا الان في اللايف. سولونا الناس قبيله على الهجره قلنا لهم ان شاء الله غادي غير تدوز هاد الجائحه وغادي نستدعيو بعض الخبراء الناس اللي فاهمين وعارفين. سي المزم مده 13 سنه على ما اظن كان اطار داخل وزاره الهجره. نتمنوا الله انه يفيدنا ببعض المعلومات ماشي كموظف سابق ولا كمسؤول على لا غير كمواطنين كنهضروا بيناتنا ونبينوا للناس يعني شنو هي اسهل الطرق. شكرا سي عبد الله المزم هو معنا قال لكم افيك بليزير. اذا ملي حين الوقت ان شاء الله غادي نجيبوا ان شاء الله سي عبد الله وغادي يوضح لكم جميع الامور المتعلقه بالهجره. تحيه من بنسلفانيا اهلا ومرحبا بك وبالناس ديال بنسلفانيا. قال لك هادشي يظهر حتى في السيارات ديالهم. السيارات ديالهم ضخمه كبيره غتجي كتشوف النوع ديال السيارات في اوروبا باش تشري طوموبيل كبيره خاصك تدفع الثمن. يعني اغلبيه ديال الطوموبيلات كيصاوبوا الحجم ديالهم صغير حتى على حساب الباركينغ على حساب الشوارع ديالهم. ما هي مدينتك المفضله في المغرب؟ اخويا المغرب كل واحد كيفضل المدينه اللي دوز فيها الطفوله ديالو. كيبقى قابطك الحنين ليها كيف ما بغات تكون. وانا يعني الطفوله ديالي دوزتها في مدينه فاس فالأقرب إلى قلبي مدينة فاس. ولكن إلى كتاب نرجع للمغرب ونعيش في المغرب ما تنفضل منطقة الشمال مثلا طنجة ولا تطوان إلى حد ما. الدار البيضاء واخا يعني الناس كيتشكاو منها ولكن ما تدخل ما تخرج غتدخل بقى حاصل في داك الترافيك داك لا سيركيلاسيون تمايا يومين ثلاث أيام. J'ai étudié en Allemagne et je peux témoigner de leur grande rigueur. Oui, c'est ça, يعني الالمانيين انا كنا كنهضروا قبل على الطبع ديال الكنديين على الطبع ديال الامريكيين وقلت بان الكنديين ملي كيتلاقى معاك كيتلاقى معاك نوتر دونك انت خاصك تثبت ليه بانك اهل للثقه اللي غيديرها فيك. وان فوا كيتيق فيك صافي تاخذو بحوايجو. إذا الكسكس وجد الميساج جا
كنحييكم، شكرا سي عبد الله المزام. الناس راهم متشوقون لمعرفه يعني معلومات حول الهجره الى كندا، وبزاف ديال الناس اللي كتوفر فيهم الشروط ديال الهجره لكن ما عارفينش اشنو خصهم يديروا. بزاف ديال الاباء اللي عندهم امكانيات ماديه ويقدروا يعني يخلصوا لاولادهم الفلوس باش يجيو يقراو في كندا ولكن ما عارفينش، فان شاء الله غادي نبذلوا مجهود باش نبسطوا هاد الامور هذه كامله للمواطنين. اذا حضر الكسكس غاب اللايف، خليناكم على خير، ولقاؤنا متجدد بكم ان شاء الله في القريب. الى اللقاء.